طريق إيه؟ يمكن لفوق لما انزل تحت. ما بتذكر. لا هون هون نسحب هات. نوب contraption doesn't work. اعطانا المفتاح تبع السيل من هون. صح مزبوط 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 هذا الكلام. هذا في كلام زين. يفتح لكم البوابي اللي بتذكروا عند الدراجونز هون. شلون ما بنغسلوا الدراجونز غسل ما بعرف، بس يعني عملي مفتح لكم اياها. ف جس اوكي. بيفتح البوابه بتمر المي بتفضوها. شايفين دريكس بيكون لساتهم هون لوجيك. وتحت هون بيكونوا الدارك ريز. الدارك ريز ما انكم مضطرين تكونوا كيرس لحتى تقتلوهم، بس يعني توقعوا اشياء ما منيحه تصير. فمثل ما قلنا هداك بنرجع نطالعهم مش هنقدر ننزل لتحت لعندهم، وحاليا راح نكمل طريقنا بشكل طبيعي. كيرس بذكر انه كان هون. ما في شيء غير هون. كومبوزيت بو والاروز. بتذكر لما اول مره لعبت فيها دارك سولز 1 البو كان كثير اسينشال بالنسبه لي. كثير كثير كان يعني حبيته كثير واستخدمته كثير وكذا. هلا يعني عمليا ولا كان موجود. معقول كان كل هالشيء لحتى الواحد ياخذ السكينه؟ والله ما بذكر هيك. وين كانت؟ ويرد. شايفين كمية الأموات؟ كل هدول ضحوا فيهم، وإذا ملاحظين كلياتهم عند البوابة. لسببين، أول شيء لأنه المي انسحبت لهي الجهة، بس السبب الثاني إنه كلياتهم تجمعوا هون مشان يهربوا لما غرقوا المدينة. هدول الدارك رايز. اوكي دامج از نايس. دريكس ما راح نقرب منهم، ما وقتهم، ما استفيد شيء من قتالهم اصلا. ما بذكر انه كان في شيء مهم بهاي المنطقة. حاول اتذكر كل شيء، بس ملياني من هدول الرئيس. بدكم تنتبهوا منهم. وانا بقول لكم هلا كنت تنتبهوا منهم، بعدين انا بكون داير ظهري عم دور لايش الشغله بيطلع لي واحد وبيشاغب. ذكر كان في واحد هون بوجه بيطلع هيك هون يمكن. هون على اليسار هون. ايه صغير بتاعي صغير. عندهم حركة كتير كتير مزعجة بيضربك فيها بشو اسمه بإيد حمراء، وبينزلك بالأرض بيعمل دامج كتير عالي، وبياخد منك هيومانيتي إذا عندك. فيعني وفينكم تاخدوها أصلا هاي الحركة تعملوها أنتم علموها. كول ستاف. وعندهم درع بيقدر يطالعه بإيده كمان. انترستنج. في هون مخلوقات. اتذكرها. اوكي هذاك المخلوق المزعج ابطئه. هذاك اللي ورا ما بعرف ليش عم وقفوا. يعني وقت اللي لعبت سوسرا ما طبيعي هذول شو عذبوني. عندنا تشانك. اوه منين اجيت؟ منين اجيت انت؟ هي الاحيط. هذيك الحركة إذا صابكم فيها بيعمل لكم كرود للأسلحة تبعكم. بس بدي بعد عن هداك شوي. خلصنا داك بعدين نروح لعند هذا الشيء. والمشكلة انه هذا السلاح تبعي ما راح يكون منيح عليه.
عارفين هو ما منيح بهاي النوعية من الدمج. عبارة عن مخطة مدموج مجموعة وحوش، يعني هو شبيه شوي بال في شو كان اسمه هذا اللي بدنا نروح له بعدين. انت يلي جوا الكاتاكومز نسيت شو كان اسمه، غريف لورد سمثينج. نيتو نيتو تا تا دارنا بالحيط ورانا. يو هدول سهلة شوي الباري تبعهم، بس كتير ناس ما بتعرف تعملهم باري لأنه ضربتهم شوي أسرع من غيرهم، فعقلك شوي متعود على الباري البطيء. يعني أنت بالبداية مخك ردة فعلك الطبيعية بتقول لك إنه اعمل باري، اعمل باري فورا أول ما بضربك. على مدى اللعبة بيعودوك على انه لا ما تعمل باري، بتستنى شوي. هذا الشورت كات بيطلعني لفوق وانا ما راح، يعني طلعني لبداية المنطقة اذا بتذكروا، هون كانت الجوستس وجينا من هون وكان هون في كونترابشن ما بتشتغل. او شورت كات فينكم تشغلوه وراح نحتاجه وقت بدنا نقاتل البوس. في هون درج بدنا نطلع فيها اليسار، فالمهم هذا الدارك رايتس لانه مختلفين باسلوب القتال فبيلغوا لك الاسلوب اللي كنت تفكر فيه. والبريف وورير بخليكم انكم لازم تعملوا باري فور، بس مخك ما انه مدرب طول اللعبه عم دعودوك انك تستنى طول بالك ما تقدر تجيبني. من هون هون بتذكر كل هذا الطريق لانه في ايتم، والايتم باخر الطريق وما بذكر شو هو، يمكن كان تايتانايت بس ما بذكر بصراحة. من تحت ما بذكر انه كان في شيء تحت، بس بذكر انه كان في شيء فوق. ما هيك؟ تشست هون. الـ Very Large Ember هي اللي بتخلينا نعمل بلس 15 للويبنز، بس بتذكر انه كان في ايتم بشوفه من مكان من الاماكن. ارنو. والله بذكر. بصراحة. ما عندي اي فكرة ليش ماني شايفها، ولا هي هذيك الايتم اللي اخذتها انا قبل شوي بيبي، ولا هون في شيء مثلا ما بذكر هون كان في شيء، بذكر هون كان في حفرة. يعني ما في شيء هون. ويرد. يا اظن هاي هي الايتم نفسها انا اخذتها قبل شوي بس نسيان انا، واني ما كتبت جوا المنطقة كثير. اوكي عندنا شورت كت من هنيك والدخلة من هون، الطريق لفوق من هنيك. هلا طريقنا احنا من هاي الجهة، للأسف انه البوس بهالمنطقة مزعج وإله دامج عالي وكل شيء، بس الشيء المزعج أكثر بالنسبة لي انك بدك تقطع مسافة كثير طويلة لحتى تروح له، لحد اوب هاي الحركة اللي بتكون عليها فيكم تتعلموها. اوكي ايه فبتكون تقطع مسافه كثير طويله حتى توصلوا له للباص، وهذا الشيء المزعج ب الفور كينجز. اصلا انه هو قتالهم يعتبر قتال طويل لانه اربعه ضد واحد، بتضلك لفتره طويله عم تعمل نفس الحركات والكومبوز وكذا وتعيش وتطبب و10000 شغله. بتذكر كان فيكم تعملوا السمن لحدا، مين هو؟ يمكن كانت الويتش ساحره، يمكن انا متاكد الصراحه. اي ثينك هي الويتش نفسها، اي دون نو ما بتذكر. المهم ما بتذكر كان في واحد، بس ليش هذا هو نفسه؟ انا بالعاده بنزل من فوق ما بنزل من هالجهه، فيمكن هذا هو نفسه بس انا ناسيه، ولا هو هون متخبي بشي مكان. Cracked Red Eye
في عنا طريق من هون. اوكي اسف. اوكي احط في عنا في هذا الصوت القزاز اللي سمعانينه هو فوقي مباشرة. هذا نفسه ذاك المخلوق مثل نيتو، عبارة عن هياكل عظمية واشياء ملزقة ببعضها. شو ملزقة ما بعرف، ما تسألوا اسوقكم لانه بعدين سألته. يمكن هو على اليسار من هون. في عنا يمين ما في شيء، صار محل البريتس مع هداك من هون. I don't think so. شوف يا فاير رينج باتل ضد مين. اوكي تذكرت هون ان انفيزبل وول، وهاد اللي كانت نطويت. عندنا تشانك، فينا نروح لقدام مثل عادي انا وعقدي. عندنا تشانك تاني، في شيء ونمشي. اوكي في عندنا ايتم فوق، بدنا نروح ل يمكن من فوق من هون، من هون للصول، يمكن من هاي الجهة بنطلع هيك ونروح من هون. يب نروح لهاي الجهة، هاد كمان صول. يعني هاي المنطقة من كتر ما مات فيها ناس فينكم تعملوا فيها فارم مثل خلى العالم، بس يعني قصدي تاخذوا فيها ايتمز للسولز، بس ملاحظين من كتر ما مات فيها ناس كثير بيعطوكم فيها سولز، فكمان هاي شغلة منيحة باللعبة انه يعني رابطة الموضوع مظبوط. هون للأسف في عنا واحد يمين واحد يسار، بركي بنحاول نعمل أجرو لواحد منهم. أوكي منيح عملنا أجرو لواحد. أجو هاد سلاح منيح لتالون لأنه من بعيد وسريع. في عنا واحد على اليسار لسه، فبركي بيجي لحاله. جا أبدأ داك، هداك يخليه يعني مزعج لأنه dog hands. اوكي ما بدي اياك تصدي لي اسلحتي. هذا الانمي يعني بشاعته هو انه بيخلي الاسلحه تبعيتكم تنتزع فورا، هاي بشاعته الاساسيه. هون لانه البوس جاي هلا، فراح نضطر نغير السلاح للترافيرس ديبس للكوفننت اوف ارتوريوس. بدي اتاكد من الرول تقيل. اذا شلت الخوذي بالمره مشان اعرف اذا محرزه اني بس بدل الخوذي. لا اوكي بدنا نحط جير مقبول شوي اكثر، اجباري لانه ما بنقدر انه نشيل ال ما بنقدر انه ما بنقدر انه نقاتل البوس بدون ما يكون الجير تبعنا يعني بدون ما نحط الخاتم تبع الابس. اوكي مقبول، معناها هو التقل كان لعنا اياه بالتشيست. حاليا هاد شادو جارد هو وزن 2.3، في عندنا شيء قريب هذا 3 مثلا مقبول اكثر. لا لساته هيفي رول. اوكي معناتها هذا هو حدي انا، معناتها اذا بلاقي شيء ب 2.5 بيكون مقبول، غير هيك لا 2.3 نفس الشيء. 2.8 مثلا، بس هذا
يمكن هذا كان أسوأ أصلا من اللي معي، ما هيك؟ أسوأ من النينجا جارب. هادو جارب، ايش هادو جارب أحسن. أوكي هيك أحسن، فاين فاين. أوكي هذا اللي بإيدنا. طيب ماشي، منقرب من هاد لهي الشي، خليه يزعبط لحاله. في عنا تشيست لحد هلا ما لقيت الداجر، وهالشيء كثير غريب. روحته على حالي، بس وين روحته؟ يعني وصلت للبوس، وانا متاكد انه كان قبل بكثير من هلا، ولا انا اخذته اصلا؟ اخذته انا ولا شو؟ بحاول اتذكر، ما بظن اني اخذته. نوب ما اخذته، وين روحته؟ غريب شلون الواحد بيروح حاله اشياء ومنو مجمع حتى. طيب المهم، هون البوس يلي رح نعمله انه ننزل، اول ما رح ننزل رح ناخذ دامج، لانه رح نعمل رح ناخذ فول دامج. لانه حاطين خاتم ارتوريوس، فرح نقدر ننزل من هذا الارتفاع، بس انا ما بفضل اني ننط مباشره، لانه احيانا تضرب بالحجره وانت نازل، فيفضل انك تنزل للاخر. شايفين هدول، بتكون نازل انت عموده فبتقوم تضرب بهاي مثلا، فيفضل انك تنزل شوي اكثر الاحتياط من هون. شايفين بكتب لكم هون نيد رينج، تنزل ما عمل لي دامج، بس كانوا كان يعمل دامج. لو في الشاشة رح تشوفوا. اوكي ايوه اوبس، هيل ما انا بعمل منيح، بس اتس فاين. بعد 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 تذكرت هاي. اوه شت، تذكرته باخر لحظة، بس ما كنت ملحق لسه. هيل فاين. نحاول اخلص من اول واحد، لانه هن بيجيكم مجموعة. هلا بنعمل هيل عادي. وات شو اللي صار؟ شو اللي عم يصير؟ طلع الثاني بعلي حالي قتلته. هيك بصير في الواحد لما يتعود على الكلورين ثيرين. إذا لازقين فيه للبوس الدامج ما كتير عالي عليكم. شت، هاي الجراب اتاك كثير كثير دمجه عالي، احتمال موت هون على كل الاحوال. واو انترستنج. اوكي هلا راح احط الدرع، لانه يعني ما عاد فيني اطبب وكذا. يعني واحد ما نعرف اذا بنقدر نقتله. لانه اذا بيعمل لي جراب هذيك الضربة بتقصك بالنص، دامجها كثير عالي. وشت وات، شو اللي قتلني؟
في واحد تاني؟ في واحد تاني كنا راح نقتله من اول مره. لو عندي شويه هيلينج او يعني لو اخذ شوي بيشنت انا ورايح مطبب حالي وراجع وكذا. وات من هون رجعني لفاير لينك شراين. وهالمره تعرف شو ممكن اصلا اقوي سلاحي بما انه اوريدي يعني اخذت سولز واشياء، راح اقوي سلاحي وبعدين ارجع له. راح اروح لعند الجاينت بانور لندن، راح نروح لعند تشامبر اوف ذا برنسس نزود سلاحي للبلس 15 اظن هو اللي كان يعمل هيك، ماني متاكد. وبعدين نرجع لعند الفور كينجز. بس ملاحظين انه مانو صعبين اصلا، وانا كنت كثير عم جحش وعم طحش بس عم اضرب، ما عم بعمل حتى دوجينج، بس عم بضرب بضرب سبام سبام سبام، لانه متعود انا انه هن ما بي يعني من البوسز الكثير سهلين كانوا. عاده بقتلهم من اول مره كثير سخيفين صراحه يعني، وبس بضرب. واذا لازق بخلقته في لهم شغله بس وحده، انه احيانا بيحظرز وبيمسكك هاي الجراب. وبتذكر انه كان دامج اعلى من هيك بكثير للجراب، تذكر كانت 3 4 طاقتك. ما يمكن لانه كنت انا اوصل له قبل بوقت او ارن، لا ما كنت اوصل له، كنت اوصل له بعد. هذه فكره صراحه ليش اقل، بس قصير. اوكي يس يو ار موديفاي اكويبمنت نوب رينفورس ويبن. كمان نوب. وين صار؟ ليش ماني شايف السلاح؟ يمكن لانه ما نوع. يمكن بدي اعطي ال يمكن بدي اعطي ال شو اسمها هاي الهي شيء السلاح اللي معي الامبر اللي معي لهداك ال لهداك البلاسميث وهو بيعمل لي اسند. يمكن هيك كان الوضع. ليش ما عم نطه؟ اتس فاين يعني، بس مثل ما ملاحظين هو ذاك البوس بشاعته، بس هو المسافه الطويله اللي بدك تقطعها لحتى توصل له، بدك تقاتل كذا دارك ريث بطريقكم لحتى توصلوا له. ف يعني هذا الشيء الوحيد اللي صعب فيه عمليا، هو كثير سهل. وانا اغلب الوقت كنت شايل سلاح هيك لان بدي اعمل دامج اكثر، وهو هذا الشيء الطبيعي اللي بعمله بصراحه يعني. وبالعاده بعمل دوج هالمره يعني، انه خلص بس دروب وورب ل اندر بيرش. وننزل لعند البلاك سميث. اظن هذا هو كان البلاك سميث، ما هيك؟ ما المفروض يكون واحد ثاني؟ يب تلقى. بقول لي بده الامبر اللي معي. اوسم. موديفاي اكويبمنت. هاد بنزوده ل بلس 11. طيب خليني ارجع استخدم السولز اللي عندي. اوكي موديفاي اكويبمنت بولدر سايد، نتاكد ما نعمل نجحش ونعملنا الشغله معاقه بالسلاح تبعنا، ننزعه مثلا او شيء. اوكي فاين يا عذبني هذا السلاح تطلع كو اسندد. نعمل له رينفورس للويبن، ننزل لعنده بنقول بلس 12. هون نستخدم التشانكس. اوكي بلس 14. هلا هون لحتى تزوده لاخر نقطه بدك تستخدم السلاب. انا ما عندي مشكله، راح استخدم السلاب يعني هون بهالحالة هاي. يب يب اوكي بهالحالة هاي ما عندي مشكلة اني ازوده، لانه هذا السيف انا يعني اتس ماي ستاندرد اللي راح استخدمه. ثينك اتس جود. راح استخدم هدول نزود الليفل تبعنا مرة، اظن بيأدوا لانه نعمل ليفل اب وانس. اذا ما كفوا ف انلاكي. يلا بركي بطريقنا كمان بنشوف اذا
إذا بنلاقي هذا شو اسمه، نشوف طريقنا إذا بنلاقي الداجر. وات ليفل اب مناعه شو صار بدنا كثير. اوكي طيب ما نرجع لفر للشراين. في عندي ترانزيانت كيرس هون، بدي استخدم ترانزيانت كيرس بالطريق اجباري على الاقل وحده. بدنا ندخل لهداك، بحاول افكر في طريقه اني ادخل له للبوس اسرع من هون. يعني ما بذكر انه كان في، بس يعني هي هاي الفكره، شايفين انه انا هذا البوس اصلا يعني من كتر ما نوس معتاد اقتله، هاي مشان ما واحد يوقع اتذكر هاي، من كتر ما انا عاده بقتله من اول مره ما بذكر حتى يعني انه اني رجعت له من قبل، ورجعت له من هون، رجعت له مكان ثاني. بذكر كان الداجر يلي بتقدر فيه تعمل فيه الدامج بأول المنطقة. يعني كتير غريبة لي اني دامج خفيف. على الأغلب بدي طبب على الأقل مرة، ما بقول أقل مرة بعدين بعمل لي تطبيب شي 7-8 مرات. لما كان في مي كان الموضوع عندي أحسن من هلأ. وين كان الوطن؟ وين كان؟ صحيح. Transient Curse وراح أحط الجولد باين عند البوس راح أستخدمه. ما بظن إنه صراحة حيفرق كتير دامج عليهم، بس why not؟ لماذا لا؟ بين على ال Transient Curse. استخدمه يعني سولز اكسترا كمان الشغلي، بس وين كانت؟ وين كانت داجر؟ كان بذكر انه ببدايه المناطق. يعني هل هالشيء هالشيء المشكله انه بدلني على انه انا معناته في منطقه كامله ماني رايح لها. محاول اشوفها من كل الجهات. شو هذا؟ ما يقدرش؟ هذاك طريق البوس شي؟ ولا لا؟ فكر بموضوع، فكر بموضوع. بذكر نيجي من هون؟ أكيد لا، يعني المفروض لا. ما بذكر انه كنا نفوت من على الدرج من مي. I don't think so. حاول اتذكر كل الاماكن اللي بهالمنطقة. ما كان هون. الداجر ما كان هونيك. هل هو كان تحت؟ I don't know. بس. Deliver. أبدو ضمات هلا اروح. اوكي رح شيل الترانزينت كوست عشان ما تزعجني وانا عم قاتله البوس. هون الدارك ريتس. وين كان الداجر؟ رح يجيني الدارك ريت من وراي، الدارك ريت يميني، الدارك ريت يساري. ان شاء الله ما اكون عم بعمل انا شغله يعني غبيه. على الاغلب عم بعمل شغله غبيه انا، بس اتس فاين. اسف. اوكي. خليك. طيب. هلا فينا نعمل هيل. ونكمل لتحت. جود. اوكي اذا عملناها على واحد بس من الهيلز شود بي فاين. 9 هيل يعني لاحظتوا انا ما كنت عم صد بنوب ولا انا عم بتجنب حتى،
ماشي ما كتير كانت دامج، لدرجة اني انا احتجت اعمل يعني هيلينج اكثر من 5 مرات. يمكن كان لو اني عامل هيل مرة تاني كان خلاص انتهى الموضوع. فهلا انا راح اعمله اني راح انزل فورا نحط الجولد باين. روح لعند السولز. شلون ما صبتك؟ بعد عنه في حال صار شيء. وين الثاني؟ هالمرة من كثر ما بكرنا شوي بقتله. طيب هل تفضل بعد الأخوة؟ ملاحظين ما بكون حتى رول بس سبام ولا شيء. وقعد البوس بس الزق فيه، بس المهم انك ما تخاف منه، الزق بخلقته وخبط فيه. يعني حتى شايفين هو المفروض يكون عم يطلع هلا واحد ثاني، بس من كثر ما قتلناهم على وقت عم يطلع شيء. There you go. بعد صراحة بس شكله بدك انا بعد مني. هاي السبيل ما بطيئة لاني ما بعرف انا صراحة شو بعد عني. يعني كتير صعب انكم تعرفوا بعد شيء بدون ما يكون في ريفرنس بوينت عليكم. مسكني. اوكي. لحالي بركي كان الدامج يكون اعلى من المرة الماضية. بس دن. بالمناسبة هن مانهم فور، هن ممكن يكونوا 5 أو 6 أو 7 وإنفينيت، يعني ممكن يصيروا عددهم كتير كبير لمجرد إنه هن عايشين. بس استناهم بكويت لورد سول شارد، هاد يلي نحن عم نستناه. هذا مختلف عن هداك كمان، ما في داعي تحكوا، بس انا بدي احكي مشان افتح الانترنس. راح اعمل ليفل اب، راح ازود الفيتاليتي عندي 29، ممكن اوصل ل 30 بعدين ابلش شوي زود بالدكستريتي اكثر. في شيء اخذته على طريق انا سولز مثلا؟ نو. اوكي بنحكي sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls, but your progenitor found a fourth, unique soul, the dark souls. Your ancestor claimed the dark souls and waited for fire to subside. And soon the flames did fade, and only dark. Thus began the age of men, the age of dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his age of fire and in dire fear of humans, and the dark lord who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans.
Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past, to discover our true Lord. But the other serpent, Frampt, lost his sense and befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature, and become the fourth Lord, so that you may usher in an age of dark. Very well. I shall now guide you to Gwyn's prison. Be still, and trust thine flesh to me. اوكي هلا هذا حكى لكم القصه اللي بالنسبه لي منطقيه اكثر. هذا كلياته ما عم يشرح لكم يعني هلا جوين ما هو عم يشعل النار، طب المفروض انه الدنيا تكون تمام ما في اي مشاكل او اي شيء، بس ما هذا اللي بتشوفوه، بتلاقوا انه بالعكس في تلوث وفي انديد وفي مدري ايش، بس هو لو انه هو مشعل النار سو شو الغلط؟ اوكي شو الغلط؟ شو الفكرة؟ شو اللي عم يصير؟ بما انه شو اسمه؟ جوين والبقايا اجوا وحرقوا كل شيء يعني قبلهم وقتلوا التنانين وكذا، فهن انهوا العصر اللي قبلهم واجوا لعند هذا العصر. جوين لما صار هو يتلاشى وصار هو فكرته قديمة وصار هو ما عاد له قيمة كثير، بلش يظهر الظلام. طبعا نحن الظلام ناخذه على انه هو شيء سيء. ليش؟ عم بيقول لكم هون لانه انت مزروع بمخك انه هو شيء سيء، بس هو خلص دارك يعني اول شيء كان دارك بعدين صار لايت بعدين صار دارك بعدين صار لايت، ف اتس سايكل اوف لايف يعني هاي الحياه العامه هيك. فهلا اللي بعده بده يجي الايج اوف دارك اللي هو ايج اوف مان عصر البشر. بس جوين لساته متعلق بالحياه، فهو اللي عم يعمله اي حدا عم يحاول يفهم هذا الشيء بينهي بيوصل للسانه لل فاير كيبر بيخليهم ما يشوفوا شو هو الحقيقه، وبيكمل عصر النار بيكملوا بانه يضلوا عم يصرف من روحه لحتى يشعل عصر النار. ومثل ما نكون شايفين عصر النار ما كان هالشيء كثير بهيج، يعني شفتوا شو اللي صار بال بالويتشز اوف ايزليث، شفتوا شو اللي صار ب جوين نفسه، هلا راح تشوفوه يعني شلون راح يكون وضعه. الليكل ريثز تبعوته شو صار فيهم بشكل عام، حتى الريثز راحوا باتجاه الظلام يعني بالاخر هذا السيركل اوف لايف الطبيعيه. ف وهاد هو واحد قديم كثير، هو عم يقول لكم انه هداك القديم اوكي مبالي حكي انا اكثر، بيقول لكم انه هداك القديم الثاني اللي بحكينا الثاني بينزل من السقف تلاقيه مقلوب. فالفكره الاساسيه انه هو يعني فهمه مقلوب، حتى لما بينزلوا لكم اياه بينزلوا لكم اياه مقلوب ونازل من فوق، فهمه للموضوع مقلوب. هو الوحيد من هدول البرايمورديالز برايمورديال سيربنتس يعني بمعنى ال ال حي سيربنت معناها، بس ما حي حي الافعى القديمه اللي هو هدول من ما قبل التاريخ يعني. فبتلاقيه هو الوحيد اللي بيوقف مع الضوء بينما هدول كلياتهم واقفين مع الظلام، وهن كلياتهم بيخدموك وانت بالاخر بتكون قائد البشر يعني، وبتاخذ البشر باتجاه عصر خالص فيهم ما بيعود في شيء اسمه هولوز. طبعا انت لحد هلا ما اخذت قرار، انت قلت له هذا اوكي بس ما اخذت قرار، لو انك حكي هداك هذا ما بيطلع لك، ما فينك تاخذ القرار معه اصلا يعني. بس هاد بيشرح لك القصه بنهايه لما انت بتاخذ قرار، يا بتشعل النار يا بتطلع لبرا، لسه انت لحد هلا ما اخذت القرار. هذا الشيء اللي عم تعمله هلا كان تروح تعمله سواء حكيت هذاك ولا حكيت هذا. هذا الشيء راح يفتح لنا البوابات، واحد اللي هو قبر نيتو، هاد يلي هو مدخل لعند سيف، وهاد يلي بنزلنا لعند ايزوليث.
اوكي فيكم تعملوا ريست مثل اي بوم فاير تاني. فيكم تعملوا ليفل اب معنا. انفورس ريبير اتون وورك بوتملس بوكس. ممكن انا ادخل للبوتملس بوكس وحط من الاشياء اللي عندي، عندي بلاوي اشياء ما لها طعمي، يعني ممكن احط اشياء بس بصراحه يعني ما لها فايده. يعني بس يعني لو انه عاملينها اسهل مثلا تعمل رايت كليك وخلاص تقلب لحالها، فاهم؟ بس نوب. فينكم تشوف الكوفيننتس اللي عندكم، فينكم تعملوا ريفرس هولوينج مثل العادي. فانا حاليا راح اطلع وراح احكي لهاد. Very well. Once the vessel is filled with souls, the gate to Gwyn shall open. Seek Gravelord Nito, the Witch of Izalith, and the traitor, Seath the Scaleless. Fill this vessel with their souls, then the gate will open so that you may kill Gwyn. Are you ready? Then, let us return to the abyss and trust thine flesh. أنا ما كنت انتقل أصلاً، بس يعني هو ميحكي لي شو اللي بدك تعمله. كان فيني أعمل وورب من هون، doesn't matter صراحة من هو ولا من هنيك. وإذا ملاحظين واحد بيجي من فوق وواحد من تحت، لأنه هذا من الأبيس، بينما هذاك بيجيكم من فوق من محل فايرلينج شراين. Legendary power of the Dark Lord. It can preserve your humanity while undead and cast off the shackles placed upon your brethren. Undead one, to speak now is primitive. It begins with your retrieval of the Lord vessel. إذا بتقول له enter Covenant Horn، عارفين بيعطوكم achievement Covenant Dark Wraith. قولوا يس بيعطيكم ال شو اسمه الهاند دارك هاند اللي هي بتقدر تاخذ فيها الهيومانيتي من الناس. اشتري من عنده زبون كراكترد اي اورك مشان تعملوا انفيد. فينكم تعملوا له اوفر هيومانيتي مشان تأول كوفننت. فينكم تعملوا من عنده وورب. الفكرة هون انه مثل ما انكم شايفين هي الـ cycle of death and life لساتها continuous، لساتها جوين عم يجمد كل شيء، عم يخلي الموت ما يجي اصلا للهيومنز. بمعنى انه كل الناس اللي قبلك مثل ما قال لك failed هم ما عم يعملوا هالشيء، كلياتهم عم يخذلوه وكلياتهم عم يختاروا هذا الخيار. طب قلنا انه انتم different. رح نطلع. هاي واحدة من الكوفيننتس اللي انا بالنسبة لي كثير interesting. مختلفة عن الباقية. يلي بدي اعمله هلا اني اعمل وورب ونروح لعند وات كنت بدي اروح لعند التري. ما فيني اعمل تيليبورت لعند الشجره. هقول له هذا يعمل لي وورب. بدي اتاكد بس اني انا بقدر وين. اوكي اتاكد انه بقدر اعمل لي وورب. نزلنا لتحت. اوكي ما فيني اعمل وورب لعند هذيك الشجره. هاي بتعطيني اياهم كلهم كانه ما هيك. هذيك لا، اما لا هاي زودت لي وحده اللي هي فوق عند الدبث عند الابيس. فايرنج شراين سن لايت التر انور لوندو تشامبر اوف ذا برنسس دارك مون تومب ذا ابيس اوف كاوس دبث اند بارش. دبث يعني اسمه ولا لا؟ هجرب الدبث. ما بظن هي هاي هي، بس اذا كانت هي اوكي، اذا ما كانت هي ف
لا دبسي هذا، لا هذا الدبس اللي عند، وين هذا؟ اه اوكي، لا هذا وينك وين؟ طيب بهالحالة هاي بدنا نضطر نروح لعند الشجرة وننزل لتحت ونرد نرجع شيت. طيب اوكي، ما راح اعرفكم بهالموضوع، راح اوقف الفيديو وراح اكمل لحالي لعند هذيك المنطقة، انزل لتحت لل ردني لعند شو اسمه؟ دوتر اوف كاوس، وينه؟ رح انزل لتحت لحالي بالشجره، مزعج كثير لانه شفته هي طويله وكذا، فمننزل لتحت الشيء وبعدين برجع لكم.